مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا العاشر لفئة الجعدان. الحقائق المسافة هي 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط الذي يحمل الأسماء الكبيرة ويحمل الأسماء المتميزة في هذا التحدي المميز. مباشرة انطلق وابدأ على المركز الأول، يجد على الصدارة الفاتن سالم بن عتيج بن علي بالقوم، يقدم لنا الفاتن على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الواصل اللي هو شاهين خليفة بن سعيد بن مكتوم الينيبي قادم، وشاهين القادم أيضا بهذه اللحظات. شوف المتسلل بهذا المسار المتميز، نعم بهذا التحدي الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة اللي هو نجد، يقدم علي بن سلطان الملعاي، والمتسلل من الجانب الآخر هو ختال محمد بن علي بن خميس المهيري، يقدم لنا ختال بهذه اللحظات. والقادم بشار فرج بن راشد بن سرداح لكتبي قاتم مع بشار الواصل في هذه اللحظات. القادم بكل قوة والمتسلل من الجانب الآخر القادم بهذا المسار اللي هو شعار مميز، شعار متميز حاضرا بهذه اللحظات. بدت الأسماء بالتسلل، شوف هذا المنظر من الأسماء الكبيرة اللي تتجاوز. القادم شعار محمد بن علي الكتبي قادم مع معزز الحاضر بهذه اللحظات، والقادم أيضا شاهين خليفة بن سعيد بن مكتوم الجنيبي قادم بهذه اللحظات، وثمين غدير بن محمد بن الهندي يقدمها بهذه اللحظات. وصل ايضا القادمون الواصلون متعود علي بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الكتبي، يقدم لنا انطلاقته وتحديات شعاره الكبير مع شيبوب او متعود رعب القاتم بكل قوه. ووصل ايضا شعارك يا متعب مع الرويه سالم بن متعب بالعامل الكتبي، يقدم لنا الرويه بهذه اللحظات. الاسماء كبيرة والشعارات متميزة والشوط مميز، ولكن الفاتن 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 فتن الجميع. اندفع إلى المركز الأول سالم بن عتيج بن علي بالقوم الكتبي على صدارة الشوط على المركز الأول وعلى مقدمة التحدي. المركز الثاني حفيد خليفة بن مطير العويسي، أول ندى لحفيد القادم بكل قوة على المركز الثاني. بدأ بالانطلاق المتميز على ثاني المراكز، يقدمها خليفة بن مطير العويسي قادم المركز الثالث الواصل بكل قوة المتسلل بهذا المسار المميز اللي هو قتال محمد بن علي بن خميس بن محمد المهيري قادم على المركز الثالث بهذه اللحظات. المركز الرابع ابن متعب قادم بهذه اللحظات، ولكن البداية مع حفيت مع حفيت مع حفيت يا ابو مطر يا ابو مطر على المركز الاول. خليفة بن مطير العويسي على المركز الاول بدأ بالانطلاق والعصاف الابطان، اندفع بالاداء التلغائي بالانطلاق الكبير، روح الى الفوز، روح روح الى الانتصار، روح يا بن مطير يا بن مطير الى المركز الاول. الاسامي قادمة، بن كليب قادم والسعدي قادم. السعدي قادم يقدم لنا عباب محمد بن رايد بن حارب السعدي، ومتعب قادم قادم سالم بن متعب بن سالم بن راشد الكتبي، ابناء المدام وابناء الباطنه. وين الفوز والانتصار؟ ولكن السعدي السعدي مع عباب محمد بن راشد السعدي، روح الى الفوز والانتصار. غادر غادر مع ناموس الشوط مع المركز الاول مع صداره الشوط على المركز الاول. متعب غاد قادم قادم بسالم بن متعب الا بالعامر الكتبي باللحظات الاخيره. السعدي على البداية، السعدي على المركز الأول باللحظات الأخيرة، ولكن سلام يا الباطنة سلام، سلام يا الباطنة سلام على الفوز والانتصار وانتزاع المركز الأول. المركز الثاني سالم بن متعب بالعامري، المركز الثالث اللي هو وصل أيضا 24 نعم اللي هو سياف سعيد بن عبيد بضبيع، المركز الرابع اللي وصلنا نعم اللي هو شيبوب علي بن سيف بن كليب، ايضا ثانينا والناموس المركز الرابع لخليفة بن مطير العويسي، المركز الخامس لسيف بن كليب الكتبي. التوقيت 4:36 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.